اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده. النهارده انا مش طالع اتكلم معاكم في حاجه تاريخيه، ولا طالع اتكلم معاكم برضو في سلسله القدس عاصمه فلسطين. انا النهارده طالع اتكلم معاكم في موضوعين مهمين جدا. الموضوع الاول هو فوز النادي الاهلي على فريق ستايل ساوند ريز بنتيجه 1-0. طبعا فوز مهم جدا وفوز تاريخي، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي وجماهير مصر كلها. بصراحه النادي الاهلي فرحنا كلنا، الف مبروك. والف مبروك برضو على انتقال الاهلي للدور نص النهائي، هيلعب فريق كبير جدا، فريق ريال مدريد. بس ان شاء الله الاهلي من اكبر الفرق على مستوى العالم، وان شاء الله يقدر يغلب فريق ريال مدريد ويوصل للنهائي، وان شاء الله هيفرحنا كلنا وياخد البطوله باذن الله. يعني الموضوع انا طالع اتكلم معاكم فيه وهو ان الشيخ الشعراوي الشيخ الكبير والعالم الجليل اتعرض في الفتره الاخيره لنوع من الانتقادات والهجوم من مجموعه، انا مش عارف دول مشاهير ولا اعلاميين ولا تصنيفهم ايه بالظبط، بس انا مش قادر اشوفهم غير ان هم شويه حساله. دول حساله المجتمع المصري، دول ما يمثلوش مصر في حاجه، دول شويه حساله طالعين يتهموا الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه بان هو راجل متشدد وراجل. طب ايه ادلتهم؟ انا مش عارف، انا مش شايف ان هم عندهم اي دليل على الكلام ده. بيستدلوا بس بحاجات تافهه، بشويه فيديوهات. انت يعني انت ما بيجيبوا نص الفيديو، لكن انت لو كملت الفيديو لاخره هتقول ان مش يعني هتقول ان الشيخ الشعراوي مستحيل يقول الكلام ده. يعني هما بيجيبوا نص الفيديو عشان يوصل لك حاجه، لكن لو كملوا الفيديو هتلاقي الفيديو ليه معنى تاني خالص. بس هما هدفهم ان هم يقصوا الفيديو عشان يوضحوا لك ان الشيخ الشعراوي راجل متشدد وراجل راجل، والشيخ الشعراوي بريء من كل ده. انا مش قادر اصنف دول غير ان هما شويه حساله ولازم يعرفوا مأمور. فربنا يعني ينصرنا على شويه الحساله دي، وانا طالع بس اوجه لهم رساله صغيره، طالع بس اعرفهم مقامهم، الشيخ الشعراوي فين وهم فين. انا بالنسبه لي بعتبر مجموعه زي دي فقدت عقلها بشكل كامل، الناس دي شالوا عقلهم وحطوا مكانها حاجه ثانيه. يعني هم ازاي يفكروا ان هم باي شكل من الاشكال يتطاولوا على العالم الجليل على الشيخ الشعراوي ويوصفوه بان هو متشدد وراجعي؟ يعني هل ده تجديد خطاب ديني؟ انا مش شايف ان ده تجديد خطاب ديني، ده قربنا نوصل لدرجه التحريف. احنا كده هنبدا نحرف في الدين، يعني احنا عملنا كل حاجه، لا احنا بقى نخش على تحريف الدين. دول يعني انا مش قادر اشوفهم غير ان هم زباله المجتمع المصري، دول الزباله اللي المفروض يتهموا في المحرق. شيخ الشعراوي اللي قدر ان هو يشرح ويفسر القران للناس كلها بشكل سهل وسلس ويسير هيوصل لكل طبقات المجتمع، هيوصل الغني هيفهمه والمتوسط الدخل هيفهمه والفقير هيفهمه واللي تحت خط الفقر هيفهمه، العمال والمزارعين والرؤساء والوزراء، كل طبقات المجتمع هتفهمه. مش في مصر بس، لا ده في مصر وفي كل الدول العربية. الراجل ده كانت في ناس بتيجي من الدول العربية عشان تقعد معاه وتتعلم اصول الدين، ده غير طبعا اعمال عظيمة وجليلة عملها الشيخ الشعراوي. يبقى بعد كل اللي عمله ده هل هيكون اللي احنا بنعمله ده رد الجميل ليه؟ ان احنا نتطور عليه ونوضح ان هو بيبقى رمز من رموز التشدد؟ هل ده يعقد؟ يعني انا مش عارف بالظبط الناس دي كانت شاربة ايه لما كانت بتتكلم عن الشيخ الشعراوي بالشكل ده. اما من جهتي انا فانا هدافع عن الشيخ الشعراوي لاخر نفس في عمري، واي حد هيفكر ان هو يتهم الشيخ الشعراوي بهتان وذول فانا من جهتي بعتبر بعلن الحرب عليه وهوجه كل الحقائق، وانا هدافع عن الشيخ الشعراوي لاخر نفس جوايا. وكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.